بدون مقدمات في الظاهر على الأقل، انقلبت طباع عبد الناصر الرجل البشوش الذي صار مشدود الأسارير وفي كلامه حدة. صحيح أن زملائه في مصنع الأحذية حيث يعمل ربطوا ذاك الانقلاب في شخصيته بترقيته إلى منصب رئيس مصلحة الموارد البشرية، ولكن تساؤلات كثيرة ظلت تطرح لديهم في انتظار جواب قد يأتي ذات يوم وقد لا يأتي بالمرة. للذين لهم جرأة اكتسبوها من قربهم منه، كان يقول إن مهامه الجديدة تقتضي الصرامة حتى لا يطمع أحد في تخطيه والتعدي على سلطته. يظن عبد الناصر الركبة أنه ما نال منصبه الجديد إلا بفضل تفانيه في العمل واجتهاده. كان قد أمضى 15 عاما في خدمة صاحب المصنع الذي ينتج أحذية موجهة للتصدير، كانت أحذية رفيعة الجودة. يحاول عبد الناصر أن يمحو من ذهنه ثم من أذهان الذين عرفوه عاملا بسيطا صورة الشاب القروي القادم من نواحي فاس. لم يعمل عبد الناصر قبل التحاقه بمصنع الحاج عباس بن ترامي. كان عمله الأول الذي وهب له كل وقته وطاقاته. ما العيب في ذلك؟ ها هو الآن يجني ثمار تفانيه واجتهاده. قبل بضعة أشهر صار شاغرا مقعد رئيس مصلحة الموارد البشرية الذي تولته على مدى سنوات طوال المدام ثريا العزيز. كانت امرأة حازمة، تلك هي صورتها لدى كل العمال الذين عرفوها، وهو يقلدها الآن، يريد ألا يكون أقل صرامة منها. غير عبد الناصر طريقة لباسه وصارت ربطة العنق تلازمه، وصار يقال عبد الناصر الركبة هو صاحب القرار الحقيقي في معمل الأحذية ذاك. كانت نشوته الأكبر حين يوقع لأحدهم على وثيقة إدارية كشهادة العمل، أو حين يضع توقيعه على مذكرة داخلية يحرص أيما حرص على أن يمهرها بخاتمه: عبد الناصر الركبة رئيس مصلحة الموارد البشرية. وكما يحدث في مثل الحالات التي تنطبق على عبد الناصر، كثر الذين يطرقون بابه ويتقربون إليه، ورأى كثيرين من المحسوبين على عائلته يظهرون على السطح. وإلى كل ذلك تنضاف محاولات الإغراء والإرشاء. ومع أنه لم يثبت أن عبد الناصر ارتشى، فإن هناك في محيطه المباشر من كانوا يقولون إن الرجل انساق وإن له سماسرة يتولون اقتناص الزبائن وتحصيل الرشا. قد يكون في ذلك بعض من الحقيقة وقد لا يكون. في كل الحالات ذاك كان الوجه المعروف لدى عموم العمال، حياته الخاصة لا تهمه إلا هو. انقطع عبد الناصر عن زيارة عائلته في قريته التي لا تبعد عن مركز المهايا. كان والده قد توفي في العام 98 900 وألف، ثم 5 سنين بعد ذلك توفيت والدته. ظل شقيقه الأكبر أحمد يتولى تدبير الأرض الفلاحية التي ورثاها عن والدهما، كانت بها أشجار زيتون، ولذلك قرر شقيقه بعد أن اتفق معه أن يبني معصرة. في العام 2005 كان عبد الناصر قد بلغ 42 من العمر، ولم يكن قد تزوج بعد، ولعل فشل تجربته البعيدة الآن مع ابنة خالته تحول دون تفكيره في الزواج. في الحقيقة عدا شقيقه أحمد لم يكن في محيطه من يشجعه على الزواج. في المنزل الذي يسكنه في حي الأطلس منذ 7 أو 8 سنوات يكتري زوجان فرنسيان الطابق الثاني، وكثيرا ما صادفهما نازلين أو يصعدان السلم. قدر أن يكون عمرهما بين 35 و40 عاما. عدا تبادل التحية لم يكن عبد الناصر يقيم أي علاقة مع الفرنسيين، وقد لاحظ أنهما لا يرتبطان بمواعيد العمل المعروفة، وأنهما كانا من فترة إلى أخرى يغيبان لعدة أسابيع ثم يظهران. لاحظ أيضا أنهما لا يستقبلان ضيوفا ولا يزورهما أحد. عدا ذلك لم يكن في الأمر ما يستدعي المزيد من الفضول. كذلك كان الأمر حتى التقى ذات عصر أحد عمال مصنع الأحذية يتجول مع الفرنسيين في المدينة العتيقة غير بعيد عن ضريح مولاي إدريس. تساءل عن العلاقة التي تجمعه بهما،
تظاهر بأنه لم يره. في صباح الاثنين لاحظ عبد الناصر أن ذلك العامل الذي رآه برفقة جاريه الفرنسيين يبدي حرجا كلما صادفه في طريقه أو مر أمام مكتبه ذي الواجهة الزجاجية. وقد أدرك عبد الناصر أن الرجل يعلم أنه رآه بالأمس، ناداه، ولما وقف أمامه قال له: اجلس، ما اسمك؟ عبد الله اليدري. قل لي عبد الله، كيف حالك مع العمل؟ ابتسم ثم قال: الحمد لله. كان عبد الناصر ينظر إليه بتركيز: هل تعرف لما طلبت منك الحضور؟ لا يا سيدي. على كل، أنا لا أريد أن أتحدث معك في العمل، هل أخبرتني عن الفرنسيين اللذين كنت برفقتهما أمس في فاس البالي؟ هما صديقان تعرفت عليهما منذ فترة. جيد، وماذا يعملان؟ قال لي إنهما يبحثان عن فرصة للاستثمار في السياحة في فاس. نعم. انصرف عبد الله اليدري، لم يكن فيما قاله ما يشفي الفضول الذي انتاب عبد الناصر. لم يكن يبدو على الفرنسيين أنهما يريدان الاستثمار في أي شيء كان. بعد يومين صادفهما في السلم، كان نازلين، بادلهما التحية، ثم فاجأه الرجل بأن قدم نفسه. حدث ذلك للمرة الأولى: اسمي برنار، برنار لوبونار. أهلا بك، أنا عبد الناصر، تشرفت بمعرفتك. كانت تلك التي ترافقه والتي قال برنار إنها داليا تنظر إليه بابتسامة عريضة. لقد حدثني عنك عبد الله اليدري، أنت رئيسه في المعمل، أليس كذلك؟ هو كذلك. عبد الله شاب لطيف، لقد ساعدنا كثيرا في البحث عن محل في المدينة القديمة نتخذه مطعما أو دارا للضيافة. أنتما تعملان في السياحة إذن؟ ضحك برنار. نعم، نعمل في السياحة، وأظن أنه قطاع واعد هنا في المغرب. منذ ذلك اليوم صار برنار وأحيانا داليا لا يفوتان فرصة لقاء مع عبد الناصر للخوض في العقار والاستثمار وأشياء أخرى لا صلة لها بهذين القطاعين. كانت نظرة عبد الناصر إليهما قد بدأت تتغير، وقد أجبرته تلك العلاقة الناشئة معهما على التنازل عن بعض كبريائه ومجالسة عبد الله اليدري العامل البسيط. لاحقا كانت تصله أصداء تتحدث عن الأمسيات التي أمضاها عبد الله مع الرئيس، كذلك كان العمال يعرفون عبد الناصر. في البداية كان يجد في ذلك إحراجا، ثم ما لبث أن أضفى على الأمر صبغة رسمية وجعل عبد الله اليدري عينه التي تراقب كل شيء في غيابه، وقد حسبها الرجل ترقية واتخذها مصدر سلطة وتسلط. صار مألوفا أن يستضيف عبد الناصر الفرنسي برنار لوبونار وصديقته داليا، وصار طبيعيا أن يطرق هو باب شقتهما، وشيئا فشيئا ألف سكان الحي أن يروهم معا. علم منهما عبد الناصر أنهما ينحدران من ليون، وأنه برنار درس الهندسة، بينما هي داليا كانت منتسبة إلى كلية الآداب. في الحقيقة لم يكن لدى عبد الناصر ما يمكنه من التثبت من صدق ما يزعمان. قال لهما إنه درس التدبير في معهد خاص. كان يعلم أنه يكذب، وهو شبه موقن بأنهما كذبا قبله. حبل الكذب قصير. مساء الثامن من أبريل من العام 2008، بينما كان الثلاثة يغادرون مطعما وسط المدينة، اقترب منهما رجلان، كانا شابين لا تخطئ العين أناقتهما. قال إنهما من الشرطة، وأظهر بطاقتيهما المهنيتين. توجه أحدهما إلى الفرنسي وطلب منه وثائق هويته. كان الآخر يراقب عن كثب داليا وعبد الناصر. تلكأ برنار وادعى أنه نسي وثائق هويته في المنزل. قالت داليا إنها هي الأخرى، لم تحمل معها وثائق هويتها. وحده عبد الناصر أخرج بطاقة تعريفه الوطنية. بدا له أن رجلي الأمن مهتمان بالفرنسيين. عرض الذي سأل برنار أن يصاحبه إلى المنزل للتثبت من هويته ومن هوية المرأة التي معه. ركب عبد الناصر سيارته، وركب معه برنار وداليا، بينما كان الشرطيان على متن سيارة مموهة.
انطلق عبد الناصر آخذا وجهة المنزل، ولكنه فوجئ بداليا التي كانت جالسة خلفه وهي تشهر سكينا رفيعا وتضعه على رقبته. رأى السكين في يدها بينما أشهر بغناغ مسدسا صوبه إلى صدره. لم يستوعب الذي يحدث. أمره بغناغ بأن يفعل ما يطلبه منه. قال له: انطلق باتجاه طريق إفران، أسرع أسرع وإلا أطلقت عليك النار. لاحظ الشرطيان أن عبد الناصر ضاعف سرعة سيارته وأنه أخذ وجهة غير التي ينبغي أن يأخذها. حاول اللحاق به، كانت الشوارع شبه خالية. اتصل رجل الشرطة بالمسؤولين وطلب توقيف السيارة التي قدم أرقام تسجيلها. لما دخلت السيارة شارع محمد الفاسي اعترضت سبيلها دورية للشرطة. توقف عبد الناصر، ولكن بغناخ كان يضع مسدسه على صدغه، ومن خلفه كانت داليا ممسكة بالسكين. أحاط رجال الشرطة بالسيارة. قال بغناخ: دعوني أمضي وإلا قتلته وأنتم تنظرون. انبرى أحد الضابطين للتفاوض معه. سندعك تنطلق إن أنت أخليت سبيله. لا، اتركونا نمضي. كان ضابط آخر قد انحنى، لم يكن بغناغ يراه، زحف حتى صار بمحاذاته تماما، ثم فتح الباب فجأة وجر بغناغ إلى الأسفل أسقطه. في تلك الأثناء سمع طلق رصاص. حسب الضابط أن عبد الناصر أصيب. تمت السيطرة على بغناغ، ولم تطرح السيطرة على داليا صعوبة تذكر. لم يصب عبد الناصر سوى بخدش صغير في عنقه بينما اخترقت الطلقة النارية سقف السيارة. في المقر الرئيسي للأمن وجد بغناغ نفسه في مواجهة حقيقته. يعلم المحققون أن اسمه جون مارك تيبو وأنه مطلوب لدى الشرطة الفرنسية لتورطه في عملية سطو مسلح على سوق ممتاز في ديجون قبل 5 أعوام. كان يظن أنه الوحيد من بين كل شركائه في تلك العملية تمكن من الإفلات. تلك التي تقول إن اسمها داليا اسمها الحقيقي أنوشكا مالو ساعدت جون مارك تيبو على الاختباء ثم على الفرار من فرنسا. التحقيق الذي شمل عبد الناصر الركبة لم يثبت صلته بالفعل الإجرامي المنسوب إلى الفرنسيين.